يمسيكم بالخير، هذا في واحد محتاج 70,000 ريال وجلس مع اخوانه وقال لهم يا اخواني انا محتاج المبلغ 70,000 ريال وراي زواج وكذا وتكاليفه، وابغى اذا في احد منكم يشتري مني الارض يعطيني المبلغ. قال الكبير، قال انا اخوه الكبير انا اشتريها. يقول شراها من عنده، عطاها 70,000. جاء اليوم الثاني الثالث، يا ولد يا اخوي ابيك تجي معي المحكمه نقلب الارض باسمك. قال ما علي ما في مشكله. وقت ثاني يقول يوم جاء اسبوع بعد اسبوعين، تعال نروح نقلب الارض. قال اصبر اللي عندك مو بعيد انا مشغول. يقول ومشت السنين، بعد 20 سنة الاخ الاصغر هذا جلس معه عقاريين وكذا وطروا الاراضي شوي، لا طروا المخططات هذه اللي من ضمنها الارض. قال الارض هذه كم تسوى؟ قال تسوى الحين مليون. قال مليون؟ قال تسوى مليون. ويزعل ويجي في خاطره. قال اجل اخوي يدري ان الاراضي هذه لها مستقبل وبتطلع، وشراها مني ما علمني انها ترى بتجيب اكثر من كذا. يقول زعل وصار يومين كل ما جاء دخل وشاف اخوه ما وده يقعد معه ويطلع من البيت. يقول يوم جاء يوم الايام جالس معه، يا اخوي ما ودك انك تروح معي المحكمه نقلبك الارض باسمك؟ قال اي ارض؟ قال الارض اللي انت اعطيتني المبلغ 70,000 كنت محتاج قبل 20 سنة. قال يا ابن الحلال انا تدري؟ قال له تدري كم سعره هذا الحين؟ قال كم سعره؟ قال وصلت مليون. قال لي انا اصلا الارض يوم اني اعطيك 70,000 ريال خفت عليك انك تضيع الارض، وفي نيتي اني اعطيك اياها سلف لين الله يرزقك ويجيك مبلغ زين وتقدر ترجع لي المبلغ ترجع لي اياه. والارض انا ما ابغاها، الارض هذه لك، انا ما ابغاها الارض، انا خايف انك تضيع الارض. وقلت لك خلاص انا بشتريها، حتى حاولت فيني كذا مرة اني اقلبها باسمي انا عييت. انت اخوي. يقول سبحان الله اساء الظن في اخوه وكذا، ان اخوه انه عارف انها بتطلع وكذا وبيبي ياخذها بسعر بعد فترة ترتفع. سبحان الله، واخوه خايفين عليه واخوه يبغى مصلحته. الواحد ينتبه من سوء الظن. وهذه قصتنا انتهت، ان شاء الله نالت على جاوب الجميع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن.